السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نتعلم كيف نعزف معزوفة رقصة ستي، المعزوفة الشهيرة ويلي الكل بيحبها. طبعا هي من التراث الحموي، طورها الفنان عمر نقشبندي الله يرحمه. المعزوفة من صبا الحسيني، رح نتعرف على المقام بشكل سريع. المقام لا سي نص بيمول دو ري بيمول مي سي نص بيمول دو، إذا بدنا نتابع ري بيمول مي، وإذا بدنا نتابع فا صل، واللا بالجواب بتكون بيمول. بالمعزوفة في تحويلات، ممكن نحول الري البيمول لري طبيعي، وبيتحول بالتالي المقام لبياتي الحسيني، ولا طبيعي للا بيمول. هذا التحويلات بالمعزوفة. نبدأ بالمعزوفة بالمقطع الأول. طبعا أنا راح أعزف بدون حليات وزخارف حتى تكون النوتة واضحة ومفهومة. المقطع الأول بيقول لا 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 صل لا 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 صل لا لا بهالشكل. المقطع الثاني بيقول لا سي دو ري دو سي لا سي لا صل لا، ومنعيدهم مرتين. المقطع الثالث بيقول لا سي دو ري دو سي دو ري دو سي لا لا صل. المقطع الرابع بيقول لا سي دو ري دو سي دو ري مي دو ري سي دو، ومنوقف على الدو. المقطع الخامس بيقول لا سي دو ري دو سي صل لا دو ري سي لا صل لا، ومنقول على القرار دو ري سي لا صل لا. المقطع السادس بيقول ري دو سي لا، وهون الري بتكون طبيعية. ري دو سي لا صل لا، بعدين ري دو سي لا ري دو سي لا ري دو سي لا صل لا صل لا بهالشكل. بالمقطع السابع هو إعادة للمقطع الثالث والرابع. وهون ندخل على الكوبليه الأول بالمعزوفي. طبعا المعزوفي هي مقدمة، ثلاث كوبليات وخاتمة. الكوبليه الأول وصلنا للمقطع الثامن، بيقول مي فا فا مي فا ري مي مي ري مي دو ري ري دو ري، ومنعيده مرتين. طبعا نسحب إيدنا للمي. المقطع التاسع بيقول سي دو دو لا سي سي لا دو دو سي ري ري دو، المقطع العاشر بيقول دو ري مي دو ري سي لا صل لا صل لا.
11 بيقول مي ري دو ري دو ري دو سي لا صول لا صول لا. منعيده مرتين. المقطع 12 هو إعادة للمقطع الثالث والرابع. المقطع الثاني من المعزوفي وصلنا للمقطع رقم 13 بيقول لا لا سي لا سي لا دو ري دو ري مي يا شكل. المقطع 14 ري دو سي دو سي دو ري دو سي لا سي لا سي لا. المقطع 15 دو ري مي دو ري سي لا طبعا صلا صلا. رح نعزف المقطع كامل من 13 ل 15 مباشرة. ننتقل للكوبليه الثالث من المعزوفي بدون ما نعيد هالمرة المقطع الثالث والرابع. بدنا نلاحظ بالكوبليه الثالث انه الري بتتحول لري طبيعي وبالتالي بصير عندنا بيات حسين. وصلنا للمقطع 16. مقطع 16 بيقول ري دو ري مي ري. المقطع 17 دو سي دو ري دو. المقطع 18 سي لا سي دو ري دو سي لا صول لا صول لا. منعيده المرتين. منوقف على سي. نجي للمقطع 19 دو ري مي. بعدين دو ميمي دو مي دو ميمي دو مي. المقطع 20 دو فا. نسحب اصبعنا هيك للفا. دو فا فا دو فا دو فا فا دو فا. المقطع 21 دو صول. بعدين صول 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 صول. وبنسحب من الفا للصول. بنقول لا 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 صول 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 فا 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 ميمي. بعدين صول 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 فا 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 مي 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 ري ري. بعدين فا 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 مي 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 ري 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 دو دو. ومنعيدهم مرتين. بعدين نقول بالمقطع 23 وهون بلشنا ندخل بكاتمة المعزوفي لا صول فا مي صول فا مي ري فا مي ري دو. وعنا اللا بيمون. ري دو
سي ري دو سي لا. نعيد مع بعض. لا قرار. لا سي دو ري دو سي لا سي دو ري. مقطع 26 مي ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا. نعيدو مرتين. صلا ولا بيمول. بعدين لا صل فا صل فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا. ومنعيدو مرتين. وهيك منكون خلصنا المعزوفة بشكل كامل. مقدمة، ثلاث كوبليات وخاتمة. حاولنا نبعد عن الحليات لأنه راح ننزل بدرس ثاني الحليات والزخرفات الخاصة بهالمعزوفة حتى تكون واضحة النقطة بهالفيديو بشكل منيح، لأنه فيها صعوبة. وطبعا العازفين كمان طوروا وأضافوا عليه إضافات، منهم يلي نجح ومنهم يلي الحقيقة ما نجح. بتمنى يكون الشرح واضح. ما تنسونا من الدعاء. بشوفكم بفيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.